فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: ثم قال سبحانه: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وفي الذي وجهان، قيل كالخوض الذي خاضوه، وقيل أي كالذين خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق، والأول هو البدع، والثاني فسق الأعمال. نعم، الخوض على قسمين: خضتم كالذي خاضوا، أي خوضا كالذي خاضوا، فيكون صفة للمصدر. نعم. أو أن الذي بمعنى الذين، وخضتم كالذي أي كالذين خاضوا من قبلكم. والخوض على قسمين: خوض في العقيدة وخوض في الشهوات. خوض في العقيدة ويسمى الشبهات، وخوض في الملذات والمشتهيات، وهذا يسمى بالشهوات. فالذين من قبلنا خاضوا الخوضين، خاضوا في عقيدتهم فصار منهم الكفار والفساق والمبتدعة، وخاضوا أيضا في أموالهم وشهواتهم فصاروا فساقا فسقا عمليا، لأن الفسق على قسمين: فسق اعتقادي وفسق عملي. نعم. والخوض كذلك: خوض اعتقادي كالذين يخوضون في مسائل العقيدة كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم ممن خاضوا في أمور العقيدة، وما كان لهم ذلك، الواجب أن يستسلموا ويسلموا لما جاء عن الله ورسوله في أمور العقيدة دون تدخل بأفكارهم وأهوائهم وخوضهم، ولم يتوصلوا إلى شيء، تعبوا ولم يتوصلوا إلى شيء، في حين أنهم لو سلموا وقبلوا ما جاء عن الله ورسوله ولم يتدخلوا لكان هذا أسلم لهم وأحسن عاقبة، كما فعل أهل السنة والجماعة. هؤلاء خاضوا في العقيدة، خاضوا في العقيدة، فهذا خوض الشبهات والعياذ بالله، وهذا أشد. والفساق وأصحاب الملذات خاضوا في الشهوات، في الأعمال، في الأعمال المحرمة والشهوات المحرمة، وأعطوا نفوسهم ما تشتهي، فهذا خوض عملي ليس اعتقاديا، وهو أخف، وصاحبه يسمى فاسقا فسقا عمليا ينقص به إيمانه.